قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات من اليوم ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، وينادي المؤذن مع كل أذان: صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. وذكرت الأوقاف أن القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس، كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها. وناشد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية أن تتبع الأذان بعبارتي: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. ما صدر ويصدر عن وزارة الصحة المصرية وعن منظمة الصحة العالمية وعن جميع وزارات الصحة في مختلف دول العالم أن التجمعات ومواطن التجمع هي مكان خصبة لنقل فيروس كورونا من شخص إلى آخر، والحفاظ على الأرواح مقصد شرعي. وقد تدرجنا في البداية في الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى انتهى الأمر إلى أن الانتشار صار يشكل خطرا عالميا يهدد العديد من دول العالم. والحقيقة الرأي لم يكن لوزارة الأوقاف وحدها،